هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كتاب التربية الوطنية والمدنية، الصف الثامن، الجزء الأول. يوجد صورة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. الصفحة التي تليها خريطة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع مدنها ومحافظاتها، والصفحة التي بعدها قائمة المحتويات. عندنا الموضوعات والصفحات، يوجد هنا مقدمة، بعدها الوحدة الأولى، السلطات الدستورية، صفحة رقم 10، الدرس الأول، السلطة التشريعية، صفحة رقم 12، الدرس الثاني، السلطة التنفيذية، صفحة رقم 16، والدرس الثالث، السلطة القضائية، صفحة رقم 20، ثم يوجد أسئلة الوحدة في صفحة رقم 26. الوحدة الثانية، العيش المشترك، صفحة 28، الدرس الأول، احترام التنوع والاختلاف، صفحة 30، الدرس الثاني، نبذ التعصب والتمييز، صفحة 34، الدرس الثالث، نبذ التطرف والعنف، صفحة 42، أسئلة الوحدة، صفحة 48. عندنا الوحدة الثالثة، الرأي العام والتواصل الاجتماعي، صفحة 50، الدرس الأول، عنوانه الرأي العام، صفحة 52، الدرس الثاني، الإعلام والاتصال، صفحة 56، الدرس الثالث، شبكات التواصل الاجتماعي، صفحة 61، ثم أسئلة الوحدة. الصفحة التي تليها توجد المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب التربية الوطنية والمدنية، متضمناً مفاهيم وتعميمات وأنشطة ومهارات بهدف تعزيز القيم والاتجاهات التي تساعد الطلبة على أن يكونوا نشأً صالحاً قادراً على مواجهة التحديات واستيعاب المتغيرات، مزودين بمهارات البحث والاستقصاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل توظيفها في تعلمهم. وتكون هذا الكتاب من 6 وحدات دراسية على النحو الآتي: الوحدة الأولى، السلطات الدستورية، وتناولت السلطات الثلاثة بين قوسين: التشريعية والتنفيذية والقضائية، والعلاقة بينها ومبدأ فصل السلطات. الوحدة الثانية، العيش المشترك، وتناولت بعضاً من مبادئ العيش المشترك من مثل احترام التنوع والاختلاف وتعايش الأفراد مع بعضها بأمن وسلام عن طريق نبذ التعصب والتمييز ونبذ التطرف والعنف. الوحدة الثالثة، الرأي العام والتواصل الاجتماعي، إذ تناولت موضوعات الإعلام والاتصال وشبكات التواصل الاجتماعية وآثارها في الأفراد وتشكيل الرأي العام. الوحدة الرابعة، المرأة والمجتمع، وتحدثت عن النوع الاجتماعي ودور المرأة الريادي في التنمية والتطور، وأفردت الوحدة درساً للمرأة الأردنية والمجالات التي أسهمت فيها وأبدعت بها. الوحدة الخامسة، تعرضت إلى موضوعات مهمة كالنقد البناء وأهميته في حل الخلافات بين الأفراد، والنزاهة والشفافية، وأهميتها في المجتمع والدولة، والمساءلة
ومكافحة الفساد وأثر تلك المفاهيم في الأفراد والمجتمع. الوحدة السادسة خصصت للحديث عن السيرة الحضارية لوطننا الغالي، وتناولت محافظتي عجلون والكرك، وبيان أهمية المحافظتين حضارياً وثقافياً في تاريخ الأردن الحضاري، علماً بأن عملية تطوير المناهج والكتب المدرسية عملية مستمرة. لذا نرجو من زملائنا المعلمين وأولياء الأمور تزويدنا بأي ملاحظات تغني الكتاب وتسهم في تحسينه، مما يلبي حاجات الطلبة وطموحات المجتمع الأردني. الوحدة الأولى: السلطات الدستورية. تتناول هذه الوحدة أنواع السلطات الدستورية في الدولة الأردنية واختصاصات كل سلطة ومهامها ووظيفتها حسب ما هو منصوص عليه في الدستور الأردني، وما يتبع هذه السلطات من الوحدات والأجهزة والمؤسسات الإدارية التي تعمل على تطبيق القوانين والأنظمة في الدولة الأردنية، والعلاقة بين هذه السلطات وأثر مبدأ فصل السلطات على عمل كل منهما. ويتوقع من الطالب بعد الانتهاء من دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن يوجد هنا عدة نقاط. أول نقطة: يستوعب الحقائق والمفاهيم والتعميمات الواردة في الوحدة. النقطة التي بعدها: يتمثل القيم والاتجاهات. نقطة أخرى: يتقن المهارات الواردة في الوحدة. التي بعدها: يقارن بين أنواع السلطات ويحدد وظيفة كل سلطة. يحلل دور كل سلطة في تطبيق القوانين والأنظمة وتنفيذها لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين. نقطة أخرى: يستوعب مبدأ فصل السلطات وأثره في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع. يقدر أهمية المحافظة على الدستور واحترام القوانين والأنظمة والتعليمات. وآخر نقطة: يقدر دور السلطات في المحافظة على مقدرات الدولة والأمن الوطني. الدرس الأول، العنوان الرئيسي: السلطة التشريعية. الدرس يبدأ من صفحة 12 وينتهي صفحة 15. صفحة 12: السلطة التشريعية. العنوان الرئيس: يوجد هنا سؤال فرعي: كيف تمارس الدولة وظائفها؟ تتكون الدولة الأردنية من سلطات ثلاث، هي التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتتشارك معا في تنظيم شؤون الدولة من حيث تشريع القوانين وتنفيذها وإصدار الأحكام المختلفة وفق أحكام الدستور والقوانين الناظمة لذلك. سؤال فرعي آخر: من يتولى السلطة التشريعية؟ تنص المادة بين قوسين رقم 25 من الدستور الأردني على ما يأتي. يوجد جملة بين قوسين: تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان والنواب. وهنا يوجد صورة لجلالة الملك عبد الله الثاني في مجلس الأمة. عنوان فرعي: أولاً، مكونات السلطة التشريعية. يمثل البرلمان الأردني السلطة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية، ويطلق عليه مجلس الأمة، ويتألف من مجلسين هما مجلس الأعيان
ويعين أعضاءه جلالة الملك ومجلس النواب، وينتخب أعضاءه من الشعب، ويبقى مدة 4 سنوات. ويجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب، وإذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان. ولتعرف كيفية تشكيل مجلس الأمة تأمل ما يأتي. عندنا هنا مثل جدول في الجهة اليمنى عنوانه مجلس الأعيان، وفيه تحته 3 مستطيلات. أول مستطيل يعينه جلالة الملك، المستطيل الآخر أن يكون العضو قد أتم 40 من عمره، والمستطيل الثالث يعين الملك رئيس المجلس مدة 2 سنوات. في المقابل عنوان مجلس النواب تحته أيضا 3 مستطيلات. المستطيل الأول ينتخبه الشعب، المستطيل الثاني أن يكون العضو قد أتم 30 من عمره، والمستطيل الثالث ينتخب أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس مدة 2 سنوات. صفحة رقم 13، يوجد سؤالين: ما معاييرك لاختيار من سيمثلك في مجلس النواب في المستقبل؟ السؤال الثاني: ما الجهة التي تشرف على إدارة الانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية؟ يوجد مربع كبير هنا بعنوان نشاط. ارجع إلى الموقع الإلكتروني لمجلس الأعيان، الموقع هو http://www.senate.jo، وقارن بين مجلس الأعيان الأول في المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس الأعيان الحالي من حيث سنة التشكيل، عدد الأعضاء، مدة الدورة العادية للمجلس. ارجع إلى الموقع الإلكتروني لمجلس النواب http://www.representatives.jo، ووضح الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب. برأيك هل يمكن اقتراح شروط أخرى؟ عنوان فرعي ثانياً: وظائف السلطة التشريعية واختصاصاتها. تمارس السلطة التشريعية في أي نظام سياسي دورها عن طريق وظيفتين أساسيتين هما: رقم 1، الوظيفة التشريعية. تتمثل هذه الوظيفة في مناقشة مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية وتعديلها واقتراح مشاريع القوانين. رقم 2، الوظيفة الرقابية. وتعمل على مراقبة أعمال السلطة التنفيذية من حيث أدائها للاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور. يوجد هنا مثل سؤال فرعي: أعطي أمثلة على قوانين تناقش في مجلس الأمة. بناء على هاتين الوظيفتين، فإن أهم اختصاصات السلطة التشريعية ومهامها تتلخص فيما يأتي. يوجد هنا صورة لمجلس الأمة. صفحة رقم 14، اختصاصات السلطة التشريعية، العنوان الفرعي. يوجد لدينا 5 اختصاصات موجودة في 5 مستطيلات. أول اختصاص للسلطة التشريعية تشريع القوانين. الاختصاص الثاني الرقابة على السلطة التنفيذية. الاختصاص الثالث تمثيل الأفراد في صنع القرار. الاختصاص الرابع خدمة مصالح المجتمع. والاختصاص الخامس إقرار الموازنة العامة. يوجد هنا سؤال فرعي:
صنف الاختصاصات السابقة إلى تشريعية ورقابية. ثالثاً، العلاقة بين مجلس الأعيان ومجلس النواب. حدد الدستور الأردني طبيعة العلاقة التكاملية بين مجلس الأعيان ومجلس النواب، فكل مجلس يعد شريكاً دستورياً للمجلس الآخر، وبحسب الدستور فإن أي تشريع يجب أن يقره المجلسان لكي يأخذ صفته التشريعية، ولكي يقوم كل مجلس بواجباته الموكلة إليه، فإن كل مجلس يعقد جلساته الخاصة به، إلا أنه يوجد بعض الحالات التي تستوجب عقد جلسات مشتركة تضم كلاً من المجلسين. وقد تحدث الدستور الأردني في العديد من مواده عن هذه الحالات، ومنها رقم 1 عند تبوؤ الملك العرش، حيث يقسم الملك أمام مجلس الأمة. رقم 2 إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل، يجتمع المجلسان لبحث المواد المختلف فيها. يوجد هنا أيضاً مثل نشاط أو سؤال، ابحث عن حالات أخرى تستوجب انعقاد جلسات مشتركة تضم المجلسين. صفحة رقم 15 أسئلة الدرس. رقم 1 عرف ما يأتي: السلطة التشريعية، مجلس الأعيان، مجلس النواب. رقم 2 وضح وظائف السلطة التشريعية. سؤال رقم 3 صمم جدولاً قارن فيه بين مجلسي الأعيان والنواب من حيث ألف طريقة اختيار الأعضاء، ب المدة الزمنية، جيم طريقة تعيين رئيس المجلس. سؤال رقم 4 أذكر 3 من اختصاصات السلطة التشريعية. سؤال رقم 5 عدد الحالات التي تستوجب عقد جلسات مشتركة تضم كل من مجلس الأعيان والنواب. سؤال رقم 6 والأخير ما طبيعة العلاقة بين مجلس الأعيان ومجلس النواب؟